انت شيعي خليني ما اقول لكم، لان البعض لن يدخل الجنة غير شيعي. هتقول اسمعوا الكلمة دي، طبعا عجبت الشيعة قوي دي، بس خليني ما بين يعني ايه شيعي. لن يدخل الجنة غير شيعي. الشيعي بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى المذهبي أقصد. تعالى، هل هناك مسلم لا يتبع عليا ولا يشايع عليا؟ أنا بقول لكم لو في مسلم قال أنا مش مع علي هو منافق على طول، خلصنا. يا إما النبي صدق يا إما النبي كذب. النبي قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الغريب إن بريدة الأسلامي بيقول إيه؟ بيقول كنت أبغض عليا بغضا لا أبغضه لأحد، وكنت أصحب الرجل لا أصحبه إلا لبغضه عليا، فصحبت خالد بن الوليد إلى اليمن لبغضه عليا. أنا أحب خالد كده، خالد زي عيني. ليه؟ لأن لو إحنا جينا نقول الحقيقة الوقت قدام الناس والرأي العام، تفتكروا إحنا كأهل سنة لو حد سألنا أنتم أحسن يا أهل السنة؟ يعني لو جينا قلنا للسداسي انت افضل يا سداسي ولا خالد بن الوليد، هيقول ايه؟ استغفر الله، جزمة خالد احسن مني. اقول ممتاز، اذا جزمة خالد احسن منك فخالد كان بيكره علي، فانت حيتصور منك ايه وانت عمال تطبل للحرب ضد اليمن وضد الحوثيين؟ السبب ايه؟ حبك يا حمادة لخالد ودعمك لمن يبغض عليا. يا جماعة الخير، أنا عايز كل واحد يشوف، أنا عايز كل واحد بيسمعني، يا جماعة اللي بتسمعوني يا سنتي، خد بالك اسمعني، شوف أنا إزاي منفعل، عايزك تحسبها تعرف كده. أول ما تقول تشوف واحد تشرح له إن النبي قال لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، تقول إيه؟ الواد اللي اسمه معاوية ده حارب علي كان بيحبه ولا بيبغضه؟ هيقولوا لك النصابين دي كانت فتنة، اوعى تجيب سيرتهم. اللي بيقول لك كده عشان يعمي عليك الانباء، لان مش عايزك تصف مع علي بن ابي طالب. هو لا يريد منك ان تقف مع الحق. الحق الامام علي قال في ناس يوم صفين جايين شهدوا معنا صفين. يجب أن تعرف أنت لو كنت، أنا سألت إخواني وقومي سألتهم إيمانك هنا، اسأل نفسك سؤال، لو كنت يوم صفين كنت وقفت تحارب مع علي ضد معاوية ولا لا؟ إن قلت ما أعرفش هارد لك، هارد لك، أنت برا. أنا معذرة مستعد أكتب لك شهادة من أهل جهنم، أكتب لك أشهد أنا الشيخ طارق إمام مسجد أولي الألباب في بروكلين نيويورك بأنك حيث أنك أعلنت أنك لا تصف مع علي يوم صفين فقد خرجت من الإيمان إلى النفاق، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لابد أن نحدد يا أخوانا مواقفنا، مواقفنا مع آل البيت، مواقفنا مع علي، مواقفنا مع السيدة الزهراء، مواقفنا مع الحسن، مواقفنا مع الحسين. لابد أن نحدد هذه المواقف، لأن من تحديد مواقفنا هو تحديد موقفنا مع الله يوم القيامة، إن كنا من أهل الجنة أو أهل النار.